مسلم لماذا إلا إلى ليو جريتان كجود إلا إلى ليو بلنا بكم بلا ركسينيب ارتكاب وخبر روح المركب مسألة كبش سنتاي أما شيء كبش سنتاي إن هذا أروك بكم مارمين مسألة دا إلا حلية أما الله حكم يوم لو بهاي إن بال المركب اللي ديرو أما اللي بربريو أما واحد اللي هو تكسيو مايا واي مركز كما عدنا خلاف ميل والبئن لغو حلي أبانا علماء أهل السنة والجماعة ياسي بلاران وغسو دوويي مغالة دا غارس دالك كينيا وفديوه غامن يا عالم كوين شيخ علي نور شيخ آذن وكم دا علماء دا عان كي أهل السنة والجماعة سفرت شيخ آيا كو آدنة دعوة دا إسلام كا يينو صوبوغ دا قبل كا شيخ آيا دور محاضر وكجيد يي ميلك لدوان وحانا بوغشاد شيخ كهل لي درين كودانا موجي يقار كميدا علماء داير تايقا من قابي يسو دوين تشيخ المقعي ومحمد إبراهيم مرقو الرئيسة وحانا لكم كسو دوين شيخ نوين شيخ النور شيخ آدم ساد اكتهيم با دمان ام كودا دركسان هاي شيخ وعالم كوين اي صوماليات سعود كيسان وحكو صاحب سنة دعوة الإسلام كا مالا بضم بو صومري سيدي لك ديرا اوكالا رداب غارسا كونتين هادو نرج غارسا هادو نرج جاتون شي مانتا إلا شريطو هولو سعين وهوليه دعوة اوه دي جري وحان رجينا إن شاء الله محادرين كا يدردارن كفرها بنا قيمة بلن ونوسو جدنا حالي إلا مانتا يمدو سيوة دونا إنو كو أنفع دمان مسلمات كا يا مسلمين تلامان ميري تشوغان بي انت ديسيتور دمبا وحان كلا تو مهد علنا هيا ورباهينتا او هادا اي نالي تشوغان كل مية اف ام وحان كلا مهد علنا كسو غاب قرياشي كسو غاب قرياشي شيخ محادرين كي وجيدين هاي اوضان اد ياد بنا اسرا مايا مغعيقا واف معلم فارح محمد حسين وحينو جوغنا مغالا دا قارسا قبل كوقوي بري وحينو نهاي علماء اهل السنة والجماعة قارسا كاونتي وحان شلايتو إلى مانتا كسو دويني إني مغالا غارسا شيخين جليل كا الفاضل شاعر نور شيخ آدم إن حال كاسو محضروين كلا دودوان وبلشاد اللوو داقي يدو يعني متقانا ونوسي ودي دونو وحان آد يود أو فرح سانا هاي زيارة داس قيمة هبادان وصوبق دو قبل كا وحان كر جينا إن شاء الله تعالى محضروين كيسا إني أنفعان كومينيتيغا بإذن الله تعالى وحان رجينا إنا وأنا داسي محاضرين كاس إن أي واحد بدن كبدلان كوميونتي كغاريزا كاونتي إن ملح يغير با شعب يعني متقانا يدك كده جستوردن وحان آدي هذا وهم هدعلينا هنا إن ورباهين تا كل مية إف إم وبرامج كاسي توسا إن أتبينا يسويلا شريتو هذانا ينو وضو وحين لنا هاي aan aad baad u mahadsantihiin sheekha ayaa inta uu ku sugan yahay gobolka tagi doona meelo badan halka uu ka soo jeedin doono muhaadarooyin iyo dacwada uu xambaarsan yahay abdi farax kulmiye fm magaalada gaarisa khayral anami ya khayral anami ya khayral anami ya khayral anami alayka salami اللهم صل وسلم وبارك عليه يا خير الأنام عليك سلامي.